بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم أرسل الله حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فعمت رحمته جميع المخلوقات الإنس والجان والحجر والشجر والجمادات والعجماوات والمسلمين وغير المسلمين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجه الجيش لمقاتلة الظالمين المعتدين امر اصحابه بان لا يقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امراه ولا يقطعوا شجرا ولا يخربوا عامرا ولا يعقروا شاه ولا بعيرا الا لماكله كما امرهم ان يدعوا الرهبان وشانهم في صوامعهم وقد رفع صلى الله عليه وسلم من مكانه المراه واعلى شانها قائلا انما النساء شقائق الرجال وغمرت رحمته الطفوله وامتدت لتشمل كل الكائنات لدرجه انه امر اصحابه بعدم حرق النمل قائلا لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار وقد وقف كثير من العظماء والمفكرين من غير المسلمين عبر التاريخ امام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موقف التعظيم لسيرته والاعجاب بشخصيته والاشاده بمواقفه ومبادئه فهذا هرقل عظيم الروم يطرح كثيرا من الاسئله عن النبي صلى الله عليه وسلم على ابي سفيان لينتهي به المطاف بصدق دعوه محمد قائلا لو كنت عنده لغسلت عن قدمه اما النجاشي ملك الحبشه فقد اخضل بكاه لحيته عندما سمع بعض ما جاء به محمد قائلا ان هذا الكلام والذي جاء به عيسى ليخرجان من مشكات واحده يقول المفكر الفرنسي لامارتين محمد هو النبي الفيلسوف الخطيب المشرع المحارب قاهر الاهواء وبالنظر لكل مقاييس العظمه البشريه اود ان اتساءل هل هناك من هو اعظم من النبي محمد اما الاديب الانجليزي الشهير برنارد شو فيقول ان العالم احوج ما يكون الى رجل في تفكير محمد هذا النبي الذي لو تولى امر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعاده التي يرنو البشر اليها اما مايكل هارت فيقول ان اختياري محمدا ليكون الاول في اهم واعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء لكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح اعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي الزعيم الهندي المهاتما غاندي الذي يقول بعد انتهائي من قراءه الجزء الثاني من حياه الرسول محمد وجدت نفسي بحاجه للتعرف اكثر على حياته العظيمه انه يملك بلا منازع قلوب ملايين البشر اما الكاتب الانجليزي توماس كارلايل فيقول اني لا احب محمدا لبراءه طبعه من الرياء والتصنع انه يخاطب بقوله الحر المبين قياصرة الروم واكاسره العجم يرشدهم الى ما يجب عليهم لهذه الحياه الدنيا والحياه الاخره أما الأديب البريطاني جورج ويلز فيرى في محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من أقام دولة للعدل والتسامح ويرى الأديب الروسي شهير تولستوي أن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ويقول المستشرق ميشون إن الإسلام الذي أمر بالجهاد قد تسامح مع أتباع الأديان الأخرى وبفضل تعاليم محمد لم يمس عمر بن الخطاب المسيحيين بسوء حين فتح القدس. ويقول المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون ان محمدا هو اعظم رجال التاريخ. اما مؤلف موسوعه قصه الحضاره ويل فيقول: اذا ما حكمنا على العظمه بما كان للعظيم من اثر في الناس قلنا ان محمدا هو اعظم عظماء التاريخ وصدق الله العظيم اذ يقول وانك لعلى خلق عظيم قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا الأمي النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون